عبرت الحكومة السودانية عن قلقها البالغ إزاء ما يدور من أحداث في أثيوبيا قد تؤدي إلى آثار سلبة على الاستقرار الإقليمي ودول الجوار. وأشارت الحكومة إلى أن مستقبل أثيوبيا يحدده الأثيوبيون، وأنه بحكم علاقات الجوار والمصالح فإنها لن تدخر وسعا للعمل مع كافة الأطراف الأثيوبية من أجل الوصول إلى توافق يعزز الوحدة وفق الرؤية التي يقررها الأثيوبيون. أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على دعم السودان لأثيوبيا لتجاوز كل أزماتها، ودعا حمدوك إلى وقف إطلاق النار الشامل والدائم وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى إقليم التجري وإجراء الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثني أحدا من أجل الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار أثيوبيا. بحثت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي مع ممثلي دول الترويكا سير عملية السلام في السودان والتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية السلام جوبا، وقدم ممثلو دول الترويكا تنويرا حول زيارتهم الأخيرة لكاودا، وأكدوا على أهمية بناء الثقة للمضي قدما في عملية التفاوض مع الأطراف غير الموقعة على اتفاقية السلام. شارك السودان في اجتماعات الجمعية العمومية العادية للمنظمة العربية للطيران المدني التي عقدت بالمغرب في يوليو الحالي، وقال مدير الطيران المدني إبراهيم عدنان إن السودان نال عضوية كل اللجان الفنية التي تم انتخابها إبان الاجتماعات، وهي لجان النقل الجوي، الأمن، السلامة والبيئة، وذلك لأول مرة منذ ربع قرن من الزمان. انعقدت اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة 27 من منسوبي الأمن الشعبي في قضية الخلية الإرهابية، وأجلت المحكمة جلسة اليوم لغياب بعض المتهمين، وقررت عقد الجلسات في يوم الأحد من كل أسبوع.